بعد الإعلان عن نجاح خططها الأمنية والخدمية، انتهت زيارة نصف من شعبان بمشاركة 6 ملايين زائر بضمنهم عرب وأجانب على مدى 4 أيام، فيما تمكنت القوات الأمنية والحشد الشعبي من إلقاء القبض على 8 مطلوبين بتهم إرهابية وعصابة تسليب. وصل عدد الزائرين إلى أكثر من 6 مليون خلال 4 أيام، وأكثر من 200 إلى 250 ألف زائر عربي وأجنبي. وردتنا معلومات حول هروب بعض الإرهابيين والانتحاريين إلى الحدود المجاورة. تم تشكيل قوة وكانت النتائج مميزة ولله الحمد، وتم إلقاء القبض على الأهداف المطلوبة. أكثر من 25 إلى 30 ألف مقاتل بالداخلية والدفاع مثل ما أشار للسيد قائد العمليات والوحدات الضيفية. طبعا هذه الأعداد توزعت على المحاور الثلاثة اللي تربطنا مع بغداد، بابل، النجف. ذروة المناسبة شهدت تضافر جهود جميع الجهات المحلية والمركزية لتسهيل أداء مراسم الزيارة بشكل ميسر، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل الكافية للأعداد المليونية وعدم قطع الطرق الرئيسة عقب الاستفادة من تجارب الخطط السابقة بفتح جميع منافذ كربلاء لاستيعاب الوافدين. سيطرة رائعة من قبل القائمين على مسألة النقل، القائمين على تنفيذ هذه الخطة، بالرغم من استطيع القول شبه انعدام الامكانات الماليه والتخصيصات اللازمه لمثل هذه الزياره، الا انه الجهد اللي قدمه البلديه والماء والمجاري والكهرباء وبقيه الدوائر جهد استثنائي. طبعا العتبات المقدسه ايضا لها دور كبير جدا. أهازيج الفرح زينت احتفالات ليلة النصف من شعبان، فيما كانت الألوان المنتشرة في شوارع كربلاء تمثل ألوان الطيف العراقي الذي كانت الدعوات حاضرة لجمعه في فرحة عراقية تتحقق بالنصر على الإرهاب واستقرار البلاد. هذه الفرحة للأمة الإسلامية وعلى كافة الطوائف إن شاء الله العراقية، والله يحفظ العراق وإن شاء الله الانتصارات الدائمة جيشنا العراق الباسل والحشد الشعبي إن شاء الله. ونسأل الباري عز وجل أن يدوم هاي النعمة على الشعب العراقي وهاي الأجواء الروحانية العظيمة. على مدى الأيام القليلة الماضية كان اهتمام الملايين منصبا على إحياء الزيارة الشعبانية وإنجاحها، وما أن انطلقت عمليات تحرير الفلوجة حتى ارتفعت أكف هذه الملايين إلى السماء طلبا بتحقيق النصر وإنقاذ الأبرياء هناك. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.